السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية، قناة العربية أو كما سيبينها وسيسميها الشيخ الفاضل عمار الشويلي. نعم، سيسميها باسم مطابق لما تقوم به في الآونة الأخيرة، بل في السنوات الماضية. نعم، الشيخ الفاضل عمار الشويلي يبين أشياء خطيرة جدا عن معمم قناة العربية محمد علي الحسيني. نعم والله أخواني أخواتي، الكل يعرف أن محمد علي الحسيني ليس معمم شيعي ولا ينتمي للدائرة الشيعية، إنما مجرد زي حوزوي زي شيعي. فمثلا اليوم أنا يعني مسلم شيعي إمامي 12، ولكن أنا ما أعتقد بولاية الإمام علي عليه السلام والبراءة من أعدائه. بمجرد اعتقادي هذا سلبت مني يعني إن صحت العبارة الانتساب إلى مذهب، ويعني اعتقادي بالإمام علي عليه السلام هو الخليفة الأول، وانتسابي للإمام جعفر الصادق عليه السلام. فاللي أريد أقوله أن الزي الذي ترتديه لا يعني بالضرورة بأنك تنتمي إلى الطائفة التي يمثلها هذا الزي. لنستمع إن شاء الله لتمام كلام الشيخ الفاضل عمار الشويلي والأمور التي كشفها والتي يحاول يعني الشيخ أو السيد قناة العربية أو معمم قناة العربية تمريرها. فخليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. من المدعو محمد علي الحسيني، ولمن لا يعرف هذا الشخص فهو لبناني من الغبيري في منطقة بيروت، وهذا الرجل سجن 5 سنين بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني، فهرب من لبنان وتوجه إلى عدة دول، فاحتضنته المملكة العبرية السعودية وأعطي الجنسية السعودية بقرار ملكي من الملك، وصار مواطنا سعوديا. وأنتم تعلمون كيف أن المملكة تريد الخير للشيعة وللتشيع في كل العالم، لذلك تبرز هذه النماذج على أنها شواهد حية على الأحداث التي جرت في قضايا تمس الوضع الشيعي. هذا المقطع الذي استمعتم له ذكرني بحادثة حدثت يذكرها القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهي قضية إقبال أبي سفيان إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. بغض النظر عن هذه الرواية هل هي موضوعة أم ثابتة، العبرة منها تقول الرواية: جاء أبو سفيان إلى أمير المؤمنين بعد أن بويع لأبي بكر، فقال أبو سفيان: يا علي، أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيم؟ ابسط يدك أبايعك، يخاطب أمير المؤمنين، فوالله لأملأنها على أبي فصيل خيلا ورجالا. فانزوى عنه أمير المؤمنين وقال: ويحك يا أبا سفيان، هذه من دواهيك، ما زلت تبغي للإسلام العوج في الجاهلية والإسلام، ووالله ما ضر الإسلام ذلك شيئا، ما زلت صاحب فتنة. نفس الوضع الآن، هو يجلس في هذه الدولة المملكة العبرية السعودية ويطعن في الشيعة والتشيع، من بعد ما رأوا أن الشيعة من بعد استشهاد السيد حسن قدس الله نفسه قد اجتمعوا وصاروا كتلة واحدة، وانبهر العالم البعيد والقريب بانتصارات وشجاعة وبطولة وتضحيات الشيعة من أجل الإسلام الحنيف والأصيل. لذلك دأبوا إلى تفريق هذا الصف من خلال إثارة أمور وقضايا حدثت في الماضي. طبعا يتكلم هذا الرجل ويدعي أن الجمهورية الإسلامية كانت تتهم السيد الشهيد الصدر بالعمالة، ووضع الكثير من الأكاذيب، ويدعي أنه كان هنالك في تلك الحقبة، وهذه أيضا كذبة أخرى. فلنأتي إلى السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، السيد محمد صادق الصدر، ماذا قال عن السيد الخامنائي وعن الجمهورية الإسلامية؟ استمعوا أخوتي بآذانكم وانظروا بأعينكم لتروا الحقيقة الكاملة. استمعوا إلى السيد الشهيد ماذا يقول. أما من ناحية تطبيقية فأنا أرى أنه شنو، أن الأعلمية هي الشرط الأساسي في التقليد وفي الولاية، لا يمكن غير العلم أن يكون وليا. ولا أعتقد أن السيد الخامنئي أدامه الله شنو يرى لنفسه الأعلمية بكل تأكيد، ولكنه مع ذلك أنا أقول أنه ينبغي أن يفتى شرعا بولايته على المنطقة التي يحكمها، أي إيران، وذلك لأننا إذا
سحبنا هذه الجهه سوف تحصل مفسده في ايران، اي مفسده على الشام وعلى الشيعه بالخير. فنقوم بولايتي على المنطقه التي يحكمها، واما يعني المسلمين عموما او الشيعه عموما او اذا حتى اذا قلنا تكذيب الكفار بالفروع من وجه الارض ليس له وانما لمن هو على الفقر. وبطبيعه الحال هذا من ايضا قلته واقوله وهو انني لا احاول ان شنو ان اقول شيئا ضد الرجل، لا جهد الامكان ما عدا ضرورات القصوى التي يرضاها الله، انا ما ادري الله لا يحدث شيء من هذا القبيل في المستقبل، انني احاول 99% واكثر من هذه النسبه لا اعرفه فرق، لانه ليس من المصلحه انه شنو يحصل هناك تعارض بين وليين من اولياء الامور، ليس بصحيح. وانا ارجو من الله ان لا يحصل موضوع للاختلاف بيننا، الى الان شيء من هذا القبيل كانما لن يحصل، والامل في الله ان لن يحصل. فاذا الناس من اي شيء يخافون؟ و يعني حسب فهمي لمستوى جزاه الله خير انه لعله في الارجح انه يفكر كما انا افكر. لانه كما انني لا اريد ان اشابكه لو صح التعبير هو ايضا لا يريد ان يشابكني. فاذا كنا ولو نقدر نقول على اتفاق ضمني وهذا يكفي، يكفي في انه لا يخاف الناس من وليين حتى لو كانوا 10 وكلهم متفقون جزاهم الله خير جزاء المسلمين. هذا هو طبعا من اهم النقاط التي تكلم عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، انه لم ينكر اجتهاد السيد الخامنائي، وانما لم تثبت اعلمية السيد الخامنائي عنده، وكذلك لم ينكر ولاية السيد الخامنائي على ايران. من الامور والنقاط المهمة جدا التي ذكرها انه قال انني لا اريد ان اشاكله وهو كذلك لا يريد ان يشاكلني، يعني ان السيد الخامنائي لم يكن ينطق بهذه الكلمات من أن السيد حاشاه هو من البعث أو من أزلام البعث أو من أزلام السلطة، كما أن أمنية السيد الشهيد، وهذه رسالة لإخوان الصدريين، أمنية السيد الشهيد الصدر أن لا يكون بينه وبين السيد الخامنائي أي خلاف، وخصوصا في هذا الظرف إخواني، نحن في ظرف عصيب، الجماعة يستخدمون قاعدة مكيافيلي فرق تسد، من بعد ما رأونا كأننا جسد واحد يحاولون تفريقنا وتمزيقنا من طرف. كما أن السيد الشهيد رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه أشعار الحياة، يكتب فيه جميع مذكراته، يعني ولادة أبنائه، سفرات وكل شيء. إحدى هذه القصائد اسمها صلاة الجمعة، هذه القصيدة يذكر فيها السيد الشهيد الصدر كيف أنه التقى بالسيد الخامنائي، فلأقرأ لكم من هذا الكتاب ماذا قال السيد الشهيد عن لقائه بالسيد الخامنائي. طبعا يقول في أول أبيات اسم القصيدة صلاة الجمعة في صفحة 293، يقول ثم ذهبنا لصلاة الجمعة إذ كان ذاك اليوم يوم الجمعة، إذ كان ذاك اليوم يوم الجمعة تقام في جامعة الطهران بساحة وسيعة العيان، إلى أن يقول في الصفحة التي تليها وعندما انتهى من الخطاب جاء إلينا في ليوث الغاب خامنائي إمام كل البشر وصاعد بصيته المنتشر إلى آخر كلامه. لاحظوا كيف أن السيد الشهيد يحب ويقدر السيد الخامنائي ويصفه بإمام البشر، وهذا من خلق العلماء ومراجعنا، فلا تصدقوا هذه الأكاذيب والألاعيب، ويجب أن لا تنطلي عليكم هذه الألاعيب، لأنني قد وجدت أن هذا المقطع بدأ ينتشر وصار هنالك خلاف بين الإخوة. كما أن أحفاد النبي إسماعيل أبناء النبي إبراهيم ونحن وأنتم عائلة واحدة وأقارب، لاحظوا أنه يقول نحن وإياكم من عائلة واحدة وأقارب، ولم يذكر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أتباع مدرسة أهل البيت أقسم عليكم بالله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففي ذلك رضا لقلب السيد الشهيد الطاهر المطهر رحمة الله عليه، وكذلك فيه رضا للسيد الخامنائي وللسيد السيستاني ولمراجعنا، والأهم من ذلك فيه رضا إمامكم صاحب العصر والزمان جزاكم الله خير جزاء المحسنين. يجب علينا أن نتوحد، نحن في ظرف عصيب وصعب جدا، إن سقط أحدنا فسيسقط الجميع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من جديد إخواني أخواتي، أولا أتمنى من الأخوة والأخوات المشاركة والاشتراك في قناة الشيخ الفاضل عمار الشوالي، وأنا سأرد على الشيخ عمار الشوالي بكلمات مختصرة جدا.
نعم الشيخ عمار طلب بأن الشيعة في 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 العراق من كل من يعني من كل الأخوة والأخوات في التيار مثلا الذين يقلدون السيد السيستاني حفظ الله، الذين يعني ينتمون إلى المراجع المراجع إيران، نعم يجب عليكم أن تتوحدوا. وقالها الشيخ عمار الشوالي، وأنا أقول نعم نحن وصلنا إلى مرحلة من الوعي الكبير إن شاء الله تعالى، وصلنا إلى الوعي الكبير بأن نعرف من هو العدو ومن هو الصديق ومن هو الذي يجب علينا أن نحاربه ونقف ضده. فالحمد لله يا شيخنا الفاضل الشيخ عمار لدينا وعي إن شاء الله، ولكل الأخوة الذين ذكرتهم لديهم وعي جدا كبير بأن يميزوا من هو محمد علي الحسيني، من هي قناة العربية، من هم الأخوة في إيران، من هو شيخ عمار الشوالي الذي يقوم بهذا الفيديو. لديهم أو لديهم ولدينا إن شاء الله، وأنا ابنهم بالتأكيد لديهم تمييز ولديهم معرفة. فاطمئن يا شيخ عمار الشوالي، الأخوة لديهم وعي جدا كبير. تقبلوا تحياتي وفي أمان.